سميتي نهيرة وبغيت حتى انا نشارك معكم القصه ديالي. نبداها لكم من الاول. انا واحد البنت عاديه بحال اي بنت. المهم في ايامات الدراسه ديالي ما نكذبش عليكم ونقول لكم كنت كنقرا مزيان، ولكن كنت اقل من انني نقول لكم كنت متوسطه في الدراسه ديالي. المهم فكرت انني ما نقاطعش عن الدراسه وانا في الابتدائي، قلت نبقى ها كما كنقولوا حنا غير شاده بيدي وبسناني المهم حتى نوصل واخا غير الاعدادي ولا الثانوي. حتى لا بغيت ندير غير شي سونتر نقدر نديرو، لانه الا نقاطعت وانا في الابتدائي يعني ما عنديش الحق حتى داك السونتر نديرو. المهم بقيت يعني طالعه بالتساطيح وبالدافع كما كيقولوا حتى الكاتريام. المهم ما كتبش لي باش ننجح في الكاتريام وصافي، يعني مني سقطت جلست. ولكن مني جلست على اساس انني غادي نمشي ندير شي سونتر، وبالاخص انني كنت كنحماق على شي حاجه سميتها الطبخ. اي حاجه كانت كتعلق بالطبخ كنت كنحماق عليها. من ثم فكرت باش انني ندير سونتر ديال الفندقه ونتعلم ليا بكل شيء، يعني اي حاجه كتختص بالطبخ وبالحلويات قررت باش نديرها. نيت داكشي هو اللي كان. مشيت مع بدايه السنه مشيت تقيدت واحد السونتر ديال الفندقه ودرت تخصص ديال الطبخ والحلويات. الحمد لله في واحد المده ديال عامين تعلمت الحمد لله، وداكشي نيت اللي كنت بغيتو درتو الحمد لله. خديت الدبلوم ديالي. واحد السيده كانت من العائله ديالي كنت كنعرفها كانت خدامه في واحد الريستوران اللي كانت معروفه، قالت لي شوفي زعما الا بغيتي نهضر لك مع الباترون ديالنا ولا الشاف ولا هذا وبغيتي تبداي معانا مرحبا بك، يعني غير تطلقي وتعلمي بزاف الحوايج، لاني كنت انا من السونتر مازال عمرني ما خدمت. قالت لي وغادي تصبري حتى في الصالير، يعني غيبداو لك بشي حاجه اللي قليله، المهم انك غادي تطلقي في الخدمه غتعلمي تخدمي، وبزاف الحوايج اللي ما تعلمتيهمش في السونتر غادي تعلمهم، يعني غادي تحتكي بالناس وبزاف الحوايج. صافي انا قلت للسيده واخا الله يجازيك بخير زعما الا درتي فيا هذا الخير. والله يكثر خيرها حتى هي، نيت داكشي اللي قالت لي هو اللي كان مشات دوات لي مع دوك الناس، والحمد لله قدرت انني نخدم في ديك الريستورون اللي قلت لكم انها كانت معروفه وكانت واحد الريستورون اللي كانت كبيره. المهم خدمت معاهم في الاول بواحد الصالير اللي كان قليل، خدمت مع دوك الناس يعني كنت غير كنعاونهم، يعني ما كنتش شاده انا اللي كنت مترأسه الطبخ وداكشي. المهم كنت كنعاونهم من هنا، وفعلا يعني ايدي طلقات وتعلمت بزاف الحوايج، ولكن كان راسي صغير الحمد لله، كان راسي صغير وما كنتش كنتقلق اللي قالوها ليا كنت كنديرها، لانني كنت حابه انني نكمل في هذا المجال. بقيت غاده مع دوك الناس وخدامه معاهم فواحد الفتره تقريبا ديال عام ونص، لقيت راسي تعلمت الكل شيء وحتى مالي شيء. كنت عاجباهم في الخدمه ديالي ومع بديت معاهم وانا صغيره، وهذا يعني كانوا راضين على الخدمه ديالي شويه بشويه حتى كنت تعلمت، يعني مني تعلمت وشافوا باللي انا خديت الصنعه وشديتها، وحتى الطيب ديالي كان زوين وكان بنين بشهاده الجامع. ما بقيتش من مساعده تحولت لانني وليت حتى انا مع الناس اللي كيطيبوا وكيخدموا، يعني خدمه ايديه. صافي مع الوقت الحمد لله السالير ديالي بدا كيتزاد، المهم يعني الرتبه ديالي في ديك الكوزينه بدات كتطلع، يعني من مساعده وليت حتى انا كنطيب وبزاف د الحوايج، والسالير ديالي حتى هو غادي شويه بشويه كيطلع مع الوقت. يعني خدمت معاهم واحد الفتره اللي ما كانتش ساهله، تقريبا المده ديال 5 سنين حتى 6 سنين. صافي السيد يعني الباترون الله يكثر خير والله يجازيه بالخير، يعني صايب لي ورقيه رسمني معاهم، وليت انا من اعز الاشخاص اللي كاينين عنده تما في الكوزينه. صافي يعني ولا كيعتمد عليا بزاف، خاصني دائما نكون يعني بزاف د الحوايج، يعني وليت انا الحمد لله تقريبا تقدر تقولوا انني انا هي المحبوبه عندهم، لانني كنت خفيفه بزاف في خدمتي، واللي بغاها واللي طلبها كنت كنوجدها، واي حاجه اي مونيت كنت كنوجدوه اللي بغاوها واللي قالوها ليا كنت كنعرف نديرها الحمد لله. صافي يعني خدمت بقيت معاهم وليت يعني عايشه حياتي بخير وعلى خير، يعني عندي الراتب ديالي، داك العمل اللي كنت انا باغا نديرو كنديرو خدمت فيه، الناس كانوا مزيانين معايا، كانت اموري غاده بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. المهم انا ملي كنت كنمشي للخدمه كنت كنمشي مع الصباح، كنت كنخرج من دارنا تقريبا مع 6:30 تقريبا، ديك 7 الا ربع خاصها تلقاني راكبه، كنت كنمشي في الطوبيس لانه الطوبيس كان هو الوسيله اللي كانت قريبة ليا لدارنا، وهي الوسيله اللي كانت كتوصلني حتى للخدمه. كنخرج تقريبا مع 6:30 دائما ديال الصباح كيخرجني الوالد، لانه داك الطوبيس كان كيدير داك الديبار ديالو مع 7 الا ربع، وكيف ما كيعرفوا بزاف ديال الناس اللي كيركبوا في الطوبيس، وكان هذاك هو التيرمينيس ديال الطوبيس اللي كنت كركب منه، انا كنت كركب من التيرمينيس ديالو كنلقاه خاوي، يعني كنت تعرفت على بزاف ديال الناس كانوا حتى هما كيركبوا في نفس التوقيت في نفس الوقيته كيف ما قلت لكم، يعني كاين الناس اللي حتى هما كيمشيو في الطوبيس، يعني كيكون واحد النماذج اللي كنتلاقاو معاهم تقريبا يوميا، وكانوا من بين دوك الاشخاص اللي كنت كنتلاقى معاهم يوميا واحد الولد. في الاول شغن نقول لكم يعني كنت كنتلاقى معاه دائما كركب انا وياه في نفس التوقيت. في الاول بدات ابتسامه يعني بحال هكا كيشوفني كيشوف فيا كنشوف فيه كيضحك معايا كنحاول انني نبتسم ليه،
شويه بشويه ولا كيقول لي السلام، وليت حتى انا كنجاوبو كنقول لي وعليكم السلام. شويه بشويه حتى ولا كيجلس حدايا. المهم يعني عادي، يعني واحد الانسان اللي كنتلاقى انا وياه كنهضر انا وياه زعما ما فيها حتى شي حاجه. فواحد الوقيته تقريبا ديال واحد المده اللي كانت قصيره شويه، لقينا راسنا اننا تعرفنا على بعضياتنا يعني بطريقه غير مباشره وبلا ما نويو. يعني ولا كيعرف عليا كلشي حتى انا لقيت راسي كنعرف عليه بزاف ديال الحوايج. المهم واحد المره طلب لي قال لي واش تقدري تعطيني رقم التليفون ديالك، قال لي راه ولفتك وهذا وما نكرهش يكون عندي الرقم ديالك حتى شي مره الا ما كنتش غادي نجي ولا ما تلاقيتش معاك نسول فيك وهذا وهذا. في الاول انا ترددت شويه، قلت ماشي مشكل لانه السيد كيبان زعما معقول وكيبان واحد الدري اللي كان محترم زعما ماشي شي واحد باسل ولا شي واحد خفيف اللي غادي نخاف منه. المهم عطيته الرقم ديالي. فاذا بي في الليل كنلقاه كيتصل بيا. المهم عجبني الحال ما غاديش نكذب عليكم، لانني لقيت راسي حتى انا ولفته، ولفت انني نتلاقى معاه في الصباح لانه كنت بعض المرات حتى الا ما تلاقيتش معاه اولا جيت انا قبل منه غير كنجلس كنبقى نقلب عليه كنبقى نتلفت، يعني لقيت راسي ولفته انا صراحه. المهم فرحت من عيط ليا الو سلام، بقيت كنهضر انا وياه واحد الفتره. المهم قال لي غير بغيتك باش تعرف الرقم التليفون ديالي انا وهذا وهذا صافي. المهم ايوا بقات غدا الايام كنتلاقاو كنضحكوا مع بعضياتنا كنهضروا هادي هادي كيف موالفين. فواحد الوقيته عيط ليا ثاني وقال لي بلي راه الا كان ممكن، قال لي شوفي راه بغيت زعما نتلاقى معاك ونخرج انا وياك، قال لي شوفي عجبتيني ولقيتك دخلتي ليا لخاطري وكتباني زعما بنت محترمه بنت داركم. وفهاد الفتره هادي قال لي اللي كنا كنتلاقاو يعني غير في الطوبيس عرفت لك عليك بزاف الحوايج ودخلتي ليا لخاطري، قال لي وكاين واحد الموضوع بغيت نهضر معاك فيه الا قبلتي. كتبت عليكم عجبني الحال وقلت علاش لا، نتلاقى معاه لانني كنت يعني تعرفت عليه ما عنديش مناش غادي نخاف منه. صافي درت انا وياه بروغرام باش غادي نتلاقاو واحد الوقيته، يعني واحد النهار اللي غنكونوا انا وياه فيه مسالين غادي نتلاقاو. داكشي نيت هو اللي كان. صافي وخرجت تلاقيت معاه، جلسنا كنهضروا هذا هذا. شويه فائده بي كنتصدم بيه كيقول لي كيطلب مني واحد الطلب. بصراحه صدمني يعني او بهذه السرعه، ما تخيل زعما انسان ما خرجت انا وياه ما تلاقينا ما حتى شي حاجه، يعني انا كنت هذيك اول مره غادي نتلاقى معاه يعني على برا ابر على الطوبيس، يعني الطوبيس كنا كنتلاقاو فيه واحد المده تقريبا ديال ثلث ساعه اللي كنبقاو مع بعضياتنا كنهضروا باحترام، يعني شي حوايج كنجبدوا غير مواضيع اللي محترمه، ما عمره ما هضر معايا على الحب ولا انه كيبغيني ولا انه بغى يربط معايا علاقه ولا شي حاجه. يعني انا تفاجات مني قال لي بلي راه انا كنعجبو بلي راه نواني المعقول وراه قالها لوالديه، وإلا كنت انا ما مرتبطاش وما عندي حتى شي علاقه ومستعده قال لي راه غادي يجي بدارهم في اقرب وقت. واش غنقول لكم، يعني فرحت انا وعجبني الحال بزاف، واخا كيف قلت لكم انا جاتني بحال الصدمه بقيت غير كنشوف فيه. في ديك الساعه قلت لي انا راه زعما صدمتيني. باقي ما طولنا ما خرجنا ما حتى شي حاجه، يعني زعما في بادئ الامر اول ما خرجنا اول ما قلتي لي زعما طلبتيني الزواج عجبني الحال. المهم قلت لي دابا شوف انا دابا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه، عطيني شويه ديال الوقت. واخا انا راه في الداخل ديالي راني كنت قابله وكنت غادي نطير بالفرحه. قال لي صافي شوفي بنت الناس، قال لي انا راه ما قلتش لك دابا جاوبيني، ولكن قال لي راه قلت لك انا زعما راكي كتعجبيني ودخلتي ليا لخاطري وهذا وهذا وانا ناوي معاك المعقول. صافي مشيت للدار في الليل عاود عيط ليا قال لي شنو قلتي واش تشاورتي مع داركم واش هذا واش هذا. صافي قلت لي شوفي الا كنتي ناوي المعقول حتى انا صراحه ما غاديش نخبي عليك ونقول لك لا، راه انا حتى انا راه كتعجبني وحتى انا دخلتي ليا لخاطري وكتبان لي واحد الولد اللي معقول وزدتي كبرتي في عينيا بالاخص ملي طلبتيني الزواج ومني لقيتك ناوي المعقول. ايوا انا ما غاديش نقول لك لا، ومرحبا بيك ومرحبا بداركم يعني في اي وقت مرحبا بيكم. صافي قلتها لوالديه، والديا حتى هما قالوا لي زعما مرحبا بهم تلاقاو بهم ولا كانوا ناس زعما مزيانين وهذا راه حنا ما نزيدو غير الخير والاحسان. المهم السيد جا لدارنا جاب والدي خطبني داز كلشي مزيان بخير وعلى. صافي مورا الخطوبه بواحد الايامات قليله قال لي بلي نتلاقاو هكا قال لي نهضروا بزاف د الحوايج يعني خاصنا نتناقشوهم بزاف د الحوايج يعني نحطوهم اطابل وهذا. قلت لي انا صافي واخا وما كذبش عليكم انا في هذيك الوقيته صافي السيد وليت كنبغيه كنحمق عليه لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. صافي وليت كنبغيه لانه كانت ما نكذبش عليكم كانت هذه اول مره غادي نتعرف على شي حد، اول مره غادي نربط علاقه مع شي حد وكانت في الحلال، واول مره كنت غنحب شي انسان كان هو هذا الشخص هذا وحبيته لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. المهم صافي داك النهار خرجنا تلاقينا انا وياه. صافي ملي جلسنا وهذا قال لي زعما شوفي راه حنا قال لي ان شاء الله راه حنا غاديين زعما غادي نقربنا نديروا العرس ديالنا وهذا، قال لي غير باش كلشي يمشي هو هذاك خاصنا نهضروا مع بعضياتنا، انت تقولي شنو عندك وانا نقول اشنو عندي وهذا، يعني كلشي نحطوه في الاول ونتفاهموا على بزاف الحوايج. انا قلت لي واخا ماشي مشكل. صافي اول حاجه قالها ليا هو انه قال لي شوفي حنا راه دابا زعما اول حاجه غنديروها هي ان حنا غادي نكريو،
قلت لي اه، حيت انا كنت عارفه بان دارهم، قال لي بلي دارهم زعما دارهم عندهم دار صغيره ما يمكنش اننا نسكنوا مع والدي. قال لي غادي نكريو. قلت لي اه مرحبا. قال لي شوفي انا زعما راه خدمتي على قد الحال وخاصنا نتعاونوا انا وياك على الزمان وهذا وهذا. قلت لي اه انا ماشي مشكل، ما عنديش مشكل نتعاون انا وياك. صافي قلت لي شوف اللي درتيها انا معاك فيها. قلت لي شوف انا اول حاجه زعما اللي كتهمني هي انك انسان معقول ووالديك ناس مزيانين الله يعمرها دار. قلت لي وصافي يعني داكشي كيبقى اي زعما اي مراه وهي وراجلها راه كيتعاونوا مادام هي خدامه وهو زعما ما قادش باش يكفي المسؤوليه ديال دارو ماشي مشكل غادي نتعاون انا وياك. قال لي وثاني حاجه بنت الناس هي اننا قال لي نصبر واحد المده ديال عامين ولا 3 سنين عاد نخرجوا نولدوا غير زعما شويه بين ما نجمعوا راسنا وهذا والولاد فيهم زعما راكم عارفين زعما الولاد والمسؤوليه وهادي وهادي. حتى في هذه انا ما عرفتوش واخا انا كنت كنموت على شي حاجه سميتها الدراري الصغار وكانت امنيتي انني غير نتزوج يعني اين فوا نتزوج نخرج نولد. ما عمري فكرت انني غادي ناخذ يعني مثلا موانع ديال الحامل ولا شي حاجه. كنت كنفكر انني نهار نتزوج نخرج نولد. حتى في هذه ما عرفتوش يعني كنت باغا غير هو ما بقاش كيهمني شنو كيشرط عليا. شويه عاوتاني ويقول لي هانتي شوفي بنت الناس راه ملي غادي نبغيو نديروا العقد ديال الزواج راه ما غادي نحط والو في مؤخر الصداقه. قلت انا ماشي مشكل واخا انا ما عمرني ما سمعت ان شي راجل ملي كيبغي يتزوج بشي وحده كيشرط عليها شنو غيحط ولا ما غاديش يحط. قلت واخا ماشي مشكل. قال لي شوفي يا بنت الناس حتى الصداق راه ما نكذبش عليك راه عندي غير واحد 2000 درهم هي اللي غنقدر نعطيها لك في الصداق. كانت قليله بزاف وحشمت وما قدرت نقول ليه والو. قلت ليه واخا ماشي مشكل. قلت ليه شوف حنا دابا راه ماشي كنتبايعوا كنتشاراو وحنا بغينا بعضياتنا غنبغيو بعضياتنا كيف ما حنا واللي قديتي عليها غديرها مرحبا بك وانا حتى شي حاجه ما غادي نتقلها عليك. وبالنسبه للعرس قال لي شوفي بنت الناس انا راه ما غاديش ندير العرس ما عنديش باش ندير العرس. وانت قال لي الا بغاو داركم يديروا لك العرس راه انا ما عنديش مشكل. حتى في هذه ما قلتش لا واخا مني مشيت للدار وبقيت كنفكر وما قلت لوالديا والو رغم انني قبلت ولكن داكشي جاني بزاف يعني باش يقول لي انا ما غاديش ندير لك العرس ولا بغيتي ديريه انت من عندك غادي ما نحطش لك مؤخر صداق وها اللي غنعطيك في الصداق. ولكن الحاجه اللي زادت زعما كاينه خلات فيا واحد الاثار وبقى فيا الحال هي انه قال لي ما نولدوش ديك الساعه. ورغم ذلك بقيت انا كنقول لا ماشي مشكل السيد زعما على حسب زعما راه هو مسكين الخدمه ديالو على قد الحال وفكر من هنا لقدام زعما تنجمعوا راسنا. وقلت دابا هو مازال مسكين ما جامعش راسو رغم ذلك يعني مني بغاني راه جات قدم لي. صافي وتقبلت داك الشروط ديالو كاملين وفي الوقيته اللي كان خاصني حتى انايا نقول شروطي وحتى انا نفرض شي حوايج من جهتي ما قلت لي حتى شي حاجه. المهم بقيت كنفكر في هذا الشيء ما قلت لدارنا حتى شي حاجه من هذا الشيء كامل حدي قلتها لاختي اللي كانت كبر مني. قلت لها انت راه يوسف شنو قال لي وشنو قال لي وراه شنو شرط عليا وشنو شرط عليا. اختي الصراحه ما عجبهاش الحال. قالت لي لا. قالت لي شوفي اختي قالت لي شوفي الانسان قالت لي الزواج كما كيقولوا الناس ديال بكري الزواج بالنيه. قالت لي مادام هو بغاك وبغيتيه هادشي ما يحتاجش يشرطوا عليك. ورا قالت لي ربي زعما هو اللي كيقدر والله هو اللي كيرزاق والانسان ما عرفش مورا الزواج شنو كيكون يعني. قالت لي راه زعما السيد انا جاني في شي شكل اللي غيشرط عليك. صافي قلت لها انا لا ماشي مشكل وهادي وهادي. المهم انا كانت عندي واحد اللهفه انني باغا غير نتزوج به وحتى انني نقول ليه لا كنخاف انني نقول ليه لا ليبقى يولي ما بقاش باغاه ولا شي حاجه. وانا ما نكذبش عليكم صافي وليت باغاه وديال بصح. المهم صافي داكشي نيت هو اللي كان. داز واحد الفتره داروا ليا دارنا العرس واحد العرس اللي كان على قد الحال يعني درنا شي حاجه خفيفه في الدار عندنا على عائلتنا وحتى هو جاب عائلته المقربه جيراننا حبابنا الناس القراب وصافي. صافي داز العرس مورا العرس قال لي راه غادي يقلب على الكا. قال لي شوفي راه بغينا نشوفوا شي ابارتمون يعني تكون معزوله ما نكونوش بحال هكا مع الناس ولا مثلا نكريو مع الناس حنا جوج في ابارتمون ولا هادي. قال لي لا انا ما بغيتش بحال هكا. قال لي غادي نشوف واحد نشوف واحد الصديق ديالي عنده واحد الابارتمون وغادي نكريها من عنده. قلت لي انا صافي واخا ماشي مشكل هادشي راه حنا كنا صافي درنا العرس ودرنا العقد ولكن صافي يعني كنقلبوا غير على الكرا. هو قال لي غيكون هاني مشيت الكرا انا اللي غنتكلف به. صافي نهار اللي لقى الكرا وداكشي جا لعندي وقال لي هانتي راني لقيت الكرا. قال لي لقيت واحد الدار الكرا ديالها 2000 درهم في الشهر وراه ديال واحد السيد صاحبي اللي كنعرفو. قال لي شوفي قال لي من هنا غادي نقسموا انا وياك الصبر. انت قال لي غتبقاي مكلفه بالكرا والموضوع. قال لي وانايا غادي نتكلف بالمصروف ديال الدار ويعني الكسوه الطبيب الدواء وشي لاخر وانت غتكلفي غير بالكرا ديال الدار. وكانت 2000 درهم صراحه في الاول جاتني 2000 درهم قاصحه لانه انا كان الصالير ديالي هو 3500 درهم وزادني حتى الموضوع. ورغم ذلك ما قلتش لا وقلت واخا ماشي مشكل هو بغاني وحتى انا بغيتو نتعاونوا على الزمان.
صافي مشينا لدارنا، بدينا كنفرشوا شويه بشويه. الاغلبيه ديال الفراش فرشته انا، لانني انا كنت جامعه شويه ديال الفلوس قبل ما نتزوج به. انا اللي فرشت بيت النعاس، انا اللي فرشت الصالون، كان داكشي على قد الحال. هو كان كيشري الماعن شويه بشويه، خدا هو الثلاجه، خدا الفران، المهم يعني تعاوننا، ولكن الاغلبيه خديته انا، يعني الدرك الكبير كان عليا انا. كنت كنقول انا معليش، وكنت فرحان وعجبني الحال، وكنقول ماشي مشكل، داري هذيك واخا نفرشها، وهذا راجلي ونتعاون انا وياه على زمان وماشي مشكل. بقينا غاديين عايشين انا وياه الحمد لله، يعني ماشي غنقول لكم فاهمين بزاف، المهم يعني ما كانش عندنا مشاكل بزاف، المهم يعني كنا عاديين بحالنا بحال اي جوج مزوجين، مره ضاحكين مره مخاصمين. وغادا الوقت، غير هو كنت كنلاحظ انه شويه كان سقرام هو صراحه الله، يعني ماشي من داك النوع اللي نخرجوا، ماشي من داك النوع اللي نسافروا، ماشي من داك النوع اللي عزيز عليه يكون جاي ويجيب معاه مثلا نتغدى ويجيب معاه الديسير، يجيب معاه يعني بزاف الحوايج. كان كيقول لي بلي داكشي غير ثانوي، حنا نشوفوا الاساسيات، مثلا المواد الغذائيه الاساسيه، وداكشي راه حنا نمشيو على قد الحال، وحنا بغينا نجمعوا راسنا باش نديروا دارنا. وانا كالهبيل اللي قالها ليا كنقول ليه واخا، وحتى شي حاجه ما كنقول عليها لا. وداكشي المكملات اللي كيف ما قلت لكم، انا كنت كنبغيت انا الديسير بحالي بحال اي وحده، كنبغي بزاف الحوايج، وهو ما كانش كيوفر ليا داكشي من غير من ابار، يعني من غير التقضيات الخضراء والمواد الغذائيه الاساسيه، زيت وسكر واتاي، شي حاجه اخرى ما كانش. يعني كنت كنبغي حتى انا في الصباح نفطر الفخوماج، حتى انا عزيزه عليا الزبده بلديه، بزاف بزاف الحوايج نبغي في العشيه، حتى انا منجي من الخدمه هادي لقيت انا داري فين كاين الديسير نطيب العشاء نحط معاه الديسير هادي هادي. هو داكشي ما كانش عنده ما لا لا لا، كيقول لك حنا ما عندناش، حنا نقتصدوا مني كنشري انا شي حاجه من عندي. كيقول لي لا انت مبدره، لا جمعي راسك شويه، راه خاصنا نتعاونوا، نهار نبغيو نشريو السكنه خاصك انت تكوني عندك شي حاجه باش نتعاونوا بجوج. المهم كانت هذه هي الهضره ديالو، كنت ما كنديش عليه انا، كنت كندير داكشي اللي في راسي. وبقينا غاديين بحال هكاك، دازت واحد المده تقريبا ديال عامين ونص، وكنت كنقول انا غادي غير تكمل 3 سنين صافي، غادي نحيد الفانيد صافي، حتى انا بغيت نحمل، كنقول ان شاء الله غير تقرب ديك المده وغادي نفتح معاه الموضوع. المهم فواحد النهار هذيك فما الايام العاديه، بغيت نسبل الحوايج، وبالصدفه الجاكيطه ديالو لقيت فيها، المهم حسيت بلي كاينه شي حاجه فيها، راكم عارفين يعني حنا العيالات ملي كنبغيو نصبروا كنقلبوا الجياب وداكشي، سمعت بحال شي تخرشيت عنده في الجيب ديال الجاكيطه، خشيت يدي لقيت فيها واحد الورقه ديال الموضوع، حيدتها مشيت صبنت الحوايج، جمعت الدار في العشيه نشوف الحوايج، هبطتهم من السطح طويتهم باش نرجعهم لبلاصتهم. صافي تفكرت ديك الورقه ديال الموضوع، انا اصلا في الاول ما قلبتهاش، صافي تفكرتها قلت غادي نرجعها لبلاصتها. وانا جالسه كنطوي في الحوايج عفوا، هزيت ديك الورقه وحتى بغيت نخشيها وانا نشدها قلبتها، وصافي مني قلبتها كما قلت لكم بالصدفه غادي نتفاجئ وغادي نلقى انه الورقه ديال الموضوع سميتو هو. مع العلم انه هو دائما كان كيقول لي لا خاصني نخلص الموضوع، اري لي الفلوس خاصني نخلصهم في الاول ديال الشهر باش ما يقطعوش لينا الضوء وتمشي لينا المكانه. انا ما غاديش نرضى ان صاحبي يعرفني مشات لي المكانه ولا مشات، خاصني نعيط ليه هو حيت هو مولاها، هو اللي رجعها، هو اللي خاصو يرد المكانه. حسيت بالدنيا دارت بيا ما نكذبش عليكم، وليت كنقول او كيفاش ما يمكنش هذا الشيء، والورقه ديال الورقه نورمالمون ديال الموضوع كتكون في السميه ديال مول الدار، حتى الا كان هو بدلها يعني غتكون انا في خباري. وكيف ما قلت لكم هو كان ديما كيقول لي اري لي الفلوس ديال الموضوع في الاول ديال الشهر باش نخلص الموضوع باش ما يقطعوش ليا على حساب السيد وهذا وهذا وهذا، كانت هذه هي هضرته ديما. صافي اش غنقول لكم، صافي بقيت كندي وكنجي في الطرقه كنقول اشنو هذا الشيء، واش نيت بصح الدار في سميتو، مادام الورقه في سميتو، الورقه ديال الموضوع في سميتو، اذا الدار في سميتو علاش كذب عليا؟ بغيت كنقول واش يجي نسولو اشنو غادي ندير. فكرت حتى عييت وقلت لا ما نزربش حتى نشوف، وديك السعاده باش نشوف اشنو ندير. المهم صافي بقيت كنفكر شنو خاصني ندير شنو خاصني ندير، عيطت على اختي وقلتها ليها، قلت لها شوف اختي راه شنو لقيت اشنو لقيت، راه لقيت الورقه ديال الموضوع راها في سميتو، يعني الدار راها في سميتو، وشوف انايا دابا راه غدا 3 سنين وانا كنخلص 2000 درهم يعني ابار على الفلوس ديال الموضوع، وزعما راجلي هذا يا حسره غيكون كيبتزني. اختي قالت لي شي شديري الا بغيتي تعرفي الحقيقه وتعرفي واش الدار ديالو ولا ماشي ديالو غير تمشي، قالت لي دي ديك الورقه ديال الدوسير للمحافظه وسولي وراه هما غيقولوا لك شنو كاين. داكشي نيت اللي درت، لغد ليه مع الصباح عيطت للخدمه وقلت لهم بلي راه صبحت مريض وما غاديش نقدر نمشي، وهو ما قلت لي حتى شي حاجه وقلت لي بلي راه غادا للخدمه. مشيت لدار الضريبه، مشيت عند واحد السيد كان خدام تما الله يعمرها دارو الله يرحم ليه الوالدين، عاودت ليه كلشي من الاول وقلت ليه شوف اسيدي ما غاديش نكذب عليك، الله يرحم لك الوالدين، راه عندي واحد المشكل، راه انا مزوجه دابا 3 سنين وراجلي راه قال لي بلي الدار ماشي ديالو بلي راه حنا كارينها، وعاودت ليه كلشي من الاول حتى الاخر.
له دابا الله يجازيك بخير بغيت نعرف هاد السيد واش الدار ديالو ولا ماشي ديالو. صافي قال لي غير سير تسناي واحد شويه انا غادي نعيط لك. خرج كنتسنى على برا دازت واحد المده تقريبا ديال نص ساعه. هو جاب الدوسي ديال ديك الدار ديال داك العنوان قال لي راجلك اشنو سميتو؟ قلت ليه السميه والكنيه وشنو شنو. ويقول لي اختي هاد الدار هادي ديال هاد السيد اللي كتقولي ليا وها السميه وها الكنيه والدار راه مسجله ومحفظه ومخلصه كامله وما عنده فيها لا تريته لا حتى شي حاجه. هنا كانت الصدمه ديالي كبيره ما نكذبش عليكم صدمت وتصدمت بزاف. مهم قلت للسيد شكرا بزاف اسيدي وخرجت في حالاتي وتمنيت راسي لو كان كنت صغير كنحلم وما نتحطش في هذا الموقف. او واش هذا هو الراجل اللي كنتيق فيه الراجل السند ديال حياتي اللي كنبغيه وكنت كنظن بلي حتى هو كيبغيني صدق كيبتز فيا حشومه عليه. وليت كنقول فشي هضره غير بيني وبين نفسي وليت كنقول لو كان غير قال لي راه كيخلص الدريته نخلصها انا نقدر نستوعب الامر. يعني الا قال لي راه انت الدار في سميتي وانتي اللي تخلصي الدريته نقدر نستوعب الامر. يعني غير يقول لي راه الدار في سميتو نقدر نستوعبها ولكن هو ناكل عليا بانه عنده الدار. بقات فيا الشمته 3 سنين وانا كنضرب في تماره وكنمشي مع الصباح والشتا كتصب عليا والبرد عليا والصيف والصهد والشموشات عليا وكلشي عليا وكنخلص ليه وكيشدها من عندي بارده والدار خالصه ما كتسالو فيها حتى شي حاجه. صافي ما نكذبش عليكم كانت الصدمه ديالي صدمه قويه وبزاف ما نقدرش حتى نوصل لكم داكشي اللي كنت كنحس بيه. مهم مشيت وبقيت كنفكر شنو خاصني ندير واش نواجهه ولا ما نواجهوش ما عرفتش شنو كتكون ردات الفعل ديالو. قلتها لختي تاني عيطت لها قلت لها شوفي الدار بسميتو وثلاث سنين هذه وانا كنخلص ليه 40000 ريال و 40000 ريال ماشي ساهله. اختي حتى هي تصدمات وقالت لي اش غنقول لك اختي هذا ماشي ولد الناس. يعني شنو هو الزواج؟ الزواج هو ان الانسان يعني راجلك حاط عليه الراس وبزاف د الحوايج يعني خاص تكون الثقه وهذا الراجل هذا اللي كيبتز فيك. اختي قالت لي انا ما كاينه ثقه هذا قالت لي كنت انا في بلاصتك ما نكملش معاه. ما نكذبش عليكم انا واخا هكا كنت كنبغي رغم وقع هادشي وكلشي قلت انا ما غاديش نضيع زواجي ونفكر يعني شنو الحل اللي غادي ندير باش انا ما بغيتش نطلق منه. ما نكذبش عليكم صافي اول حاجه فكرت نديرها هي انني غادي نحيد الفانيل ونخرج نحمل ونسكت على ما فيا حتى ديك الساعه ان شاء الله مني نحمل وديك الساعه باش غادي نشوف شنو غادي ندير. داكشي النيت اللي درت حيدت الفانيل وما قلتهاش ليه. بقيت واحد المده ديال 5 شهور شد ليا فيها الفانيل ولكن الحمد لله ربي سهل عليا وخرجت كنحمل وما قلت لي حتى شي حاجه حتى درت 3 شهور لانني خفت من ردات الفعل ديالو ربما غادي يقول لي لا نحيدوه ربما غايقول لي علاش درتي هكا مورايا. المهم حتى لقيت راسي عندي 3 شهور وغاده داخله في الشهر الرابع يعني قربت كرجيت بدات تبان. صافي وجيت انا وكذبت عليا ربي تسمح لي وقلت ليها انت شنو قلت لي انا يا راه ما كنت كنشرب الفانيل وربما يمكن نسيتو شي مره ولا شي حاجه. قلت ليه راه حسيت براسي مريضه ومشيت دوزت وحتى ان العاده الشهريه ما بقات جاتني تخلات قلت انا كما عندي شي مشكل مني مشيت قلت لي كندوز لقيت راسي حامله وراه داخله الشهر الرابع. اش غنقول لكم راجل تصدم ما عرف باش تبلع اش غنقول لكم واحد الحد ولا فيها ما نقدرش نوصفها لكم. السيد ناد من بلاصتو بقى كيغوت عليا ويهرس في الماعن وكنقول لي دوي بشويه الجيران كيسمعوا ما خلى اشنو دار فيا وفالتالي مشى هز جاكيتو وخرج ما شفتوش المده ديال سيمانه. وهو يجي واحد النهار ويقول لي شوفي يا بنت الناس انا تفهمت انا وياك اننا ما غاديش نولدوا في الاول. قلت لي قلتي لي غادي نولدوا منين نكملوا 3 سنين ورا 3 سنين ما بقى ليها والو. قال لي كان عليك تفتحيني في الموضوع وتهضري معايا وكذا وهادي وهادي. قال لي انا ما مستعدش انني نكون اب دابا وانا ما عنديش باش غنصرف عليه ما عنديش هادي ما عنديش هادي. المهم السيد ما تقبلش انني نحمل انا وقال لي شوفي بنت الناس ما كاين ما نخزن عليك انا ما مستعدش نكون اب وما نقدرش نكمل معاك لانني ما بقيتش غادي نثيق فيك لانني انا كنت قلت لك وانت درتي اللي في راسك وهذا. قال لي وانا وياك ما عمرنا ما غادي نتفاهموا. قال لي دابا بنت الناس كل واحد فينا غيمشي في طريقه ونهار غادي تولدي داكشي اللي في كرشك اللي حكم به القانون راه غادي نعطيه ليك. تصدمت من ردة الفعل ديالو ما كنتش كنتخيلو. انا قلت لا بالعكس انا شنو قلت قلت الا خرجت كنحمل مورا الولاده غادي نجلس وما عمرني ما غنواجهو نقول لي بلي انا عرفت الدار في سميتك. غادي نجلس وغنقول لي انا بقيت قاده نخدم خاصني نقابل هادشي اللي في كرشي مني غنولد خاصني نجلس نقابلو. فاذا بي كنتصدم كيقول لي بلي حنا خاصنا نطلقو خاصنا نتفارقو. صافي هنا قلت لي شوف ولد الناس قلت لي شوف انا تقتفك ولكن انت مصدقتيش قد الثقه وانا قلت لي راه عرفت كلشي وعرفت بلي الدار راه ديالك وبلي انت كتبتز فيا دابا 3 سنين وانا كنعطيك 2000 درهم و2000 درهم بزاف عليا وماشي في الاستطاعه ديالي وكنت كنقصها من راسي وبزاف د الحوايج وما عمرك ما حنيتي فيا.
ودابا ملي عرفتيني حملت قلت ليه بغيتي تطلقني؟ يعني قلت ليه انت نهار الاول نهار تزوجتي بيا تزوجتي بيا على اساس باش تاخذ ليا فلوسي، ونهار غادي تشبع مني وتشبع من فلوسي نهار نقول لك واقيلا غادي نخرج نولد غتقول ليا نتفارقوا. قلت ليه ولكن داكشي اللي وقع عليك زعما ما كنتيش كتنتظره. تصدم حتى هو كان كيحسب لي بلي ما عمرني غادي نعرف باللي الدار ديالو. صافي هنا ناض واحد الصداع كبير ما بيناتنا، وصافي يعني هزيت حويجي ومشيت بحالي لدارنا. ايوا صافي السيد ما عطلنيش ومشى للمحكمه ونوا باش يطلقني حتى لواحد النهار وجات السيده وصافي مشى قال لهم بلي انا السيده ما نفهمش انا وياها وهادي وما عمرنا ما تفاهمنا وحنا عايشين دائما في صداع وفي المشاكل ما كتسمعش ليا كلامي وهادي وهادي وهادي، يعني مشى خلق الاعذار باش حنا نتفارقوا باش القاضي يقدر يطلقنا. وحتى انا بالدور ديالي قلت للقاضي اشنو كاين؟ قلت لي راه شنو عاود لي القصه من الاول. القاضي بقى كيقول لنا نتوما زعما كتسناو انه غيكون عندكم واحد الطفل وحشومه داك الدري اللي في كرشها غيكون هو الضحيه وهادي وهادي. ما نكذبش عليكم حتى انا صافي قررت انني عمري ما غادي نرجع مع هاد السيد واخا هو يبغي واخا هو ما عمره ما غيردني حتى هو، لانه هو تزوج بيا على طمع. وانا يا في الوقيته اللي كنت دايره فيه الثقه يعني لقيتو غدار وما عمري ما بقيت مازال غنثق فيه. صافي وحتى انا قلت عمري غادي نرجع ليه، وانا خدامه وخدمتي الحمد لله ونحمد الله ونشكره بهذاك الوليد اللي غادي نولد من كرشي خدامه وكنحط الفلوس في الاخوان اللهم اغسلهم على ولدي. وداكشي نيت هو اللي كان. صافي وصدقت طلقت منه دازت واحد المده ديال 3 شهور تقريبا مورا الطلاق وولدت وليد الحمد لله. ولدي دابا عنده 3 سنين انا خدامه وولدي مقابله ليا امي وخواتاتي الله يخليهم ليا. ما نكتبش عليكم كانت هذه هي قصتي اللي بغيت نشارك معكم انه راه ما كايناش الثقه، لان الانسان اللي ثقت فيه وشفت البراءه في عينيه صدق ما مزيانش.